وانت بتتفرج على الفيديو ده هتلاقي معايا باسبور وتذكره طيران. انا عشان بلف كتير ورحت كذا بلد فحبيت اعمل حاجه اسمها فيلوجز. فيلوج اللي هو فيديو بلوجينج. الفيديو بلوجينج ده عباره عن انك بتدون الرحله بكل ما فيها من ممتع، مش بتدون حياتك الشخصيه وانت خارج عند امك، لا يعني بتدون مثلا خبرات، سفريات، اماكن ممتعه. انا حاليا في مطار بيروت، راجع من بيروت الى القاهره. قررت ان انا اعمل رحلتي واشوف ايه اجمل حاجه في بيروت وايه اجمل حاجه في القاهره، ونعمل مزج ما بين الشخصيتين، ونعمل مزج ما بين البيروتيين والقهراويين، ونشوف ايه الاماكن اللي عندهم نتفسح فيها. عايز تكمل معايا رحلتي او رحلاتي اللي جايه ونشوف الباسبور ده مليان على الاخر؟ اعمل سبسكرايب للشانل بتاعي حلمي ميمي فيلوجز، واعمل سيرش على حلمي ميمي على انستجرام، يوتيوب، تويتر، فيسبوك. هتلاقي كل الشانل بتاعتي باسم حلمي ميمي واخره واي مش اي. ما تمثلش، استنى عشان اضحك. شوف شوف شوف، انا رحت انهج وانت ما لحقتش تعمل سبسكرايب. اعمل سبسكرايب ولايك وشير وكومنت على كل حاجه فيهم، عشان خاطر احنا هنشوف مع بعض رحلات قويه جدا. يختي الحكومه اعمل لايك بسرعه عشان خاطر نشوف الرحله اللي جايه. مستعد الرحله اللي جايه؟ يلا بينا.